هذه المحكمه ما تستاهلش بان باش نوقفوا عليها. الناس يقولوا السيد هذا محرض، احنا ما حرضنا حتى شي واحد. هاد الناس هادو ضاع لهم واحد الحق ديالهم. حنا كنا كنخرجوا في المنابر كنهضروا على حقنا اللي هو المشكل ديال السوق الصالح المشروع ديال السيد الله ينصرو. كاينه واحد العصابه اللي سجلوا بعض الناس اللي هما ما كاينينش في المشروع. حنا الناس ذوي الحقوق كنهضروا غير على حقنا حنايا. الناس راه بالكاتكات تيجيو تما، وهذا المشروع هذا تعطى الناس اللي فقراء. مشروع ديال السوق الصالح المشروع ديال سيدنا الله ينصرو، بانهم الناس ما خدوش حقهم. كنا كنخرجوا في المنابر كنهضروا غير على حقنا، دابا حنا ولينا في اعتقالات. كنا شدونا من الجوج حتى للسته، دابا راه دخلنا من الصباح دابا خرجنا عند سيد الوكيل جلاله الملك. راه كاينين عائلات، راه انت ملي كتعتقل واحد الانسان راك اعتقلتي واحد العائله اللي كتكون من 8 ديال الناس 10 ديال الناس. حنا راك عارفين المغاربه واحد راه كيخدم على تيجر 10 ديال الناس معاه. 10 مليون راه مرجوعه بانهم البوليس عمروا واحد الاقوال اللي هي ما كايناش. حنا ما دايريناش حيت انا خويا تندير، حنا ما دايريناش. الاقوال اللي عمرونا ما دايريناش بان الناس يقولوا السيد هذا محرض، حنا ما حرضنا حتى شي واحد. واول حنا ما كناش دايرين شي وقفه، حنا جايين كنلقطوا من واحد منهم واحد من جمعتها جمعونا. حنا ما دايرين لا وقفه لا والو. حنا كنا كنخرجوا في المنابر كنهضروا على حقنا اللي هو المشكل ديال السوق الصالح المشروع ديال السيد الله ينصرو. حنا الناس ذوي الحقوق كنهضروا غير على حقنا حنايا، بانكم قال لكم شو ديروا وقفه. حنا ما كنا نديروا لا وقفه لا والو، حقنا كنهضروا عليه المشروع ديال السوق الصالح المشروع ديال سيدنا الله ينصرو، بانهم الناس ما خدوش حقهم. كنا كنخرجوا في المنابر كنهضروا غير على حقنا، دابا حنا ولينا في اعتقالات. كنا شدونا من الجوج حتى للسته، دابا راه دخلنا من الصباح دابا خرجنا عند سيد الوكيل جلاله الملك. ما كنطلبوا حتى شي حاجه، الله يجزيكم بخير. كنطالبوا ان راه كاينه السلطه في البلد، ماشي كنطلبوا غير حقنا تعطى علينا حقنا. مشروع مالك استاذ عصام السمري كيفاش ناقش الموضوع؟ الحمد لله عصام السمري راه هضر في الواقع وقال لهم باسترجاع الكاميرات، بانهم الناس هذو ما دايرينش احتجاج. رجعوا الكاميرات اللي كانوا الناس دايرين احتجاج بانكم تطبقوا معهم القانون. وفعلا هضر في صواب، هضر في كلام حق، هذا هو اللي كاين. وتحيه لهذا الاستاذ. يعني نهار التوقيف ديالكم ما كانش احتجاج؟ لا ما كان احتجاج لا والو. كتصور انا جابوني من اللي واحد السيد جابوه من اللي كل واحد من جابوه. انا كنا حنا دايرين احتجاج غنهزوا الرايات غنهزوا اللافتات. حنا ما شفتوا عندنا لا لافتات لا رايات لا حتى حاجه. كل واحد من جابوه. حنا الله يجزيكم بخير كنطالبوا من السلطه اللي هي نزيهه تحقق معنا في مشكل ديال السوق الصالحي المشروع ديال سيدنا الله ينصرو، بان عطى الناس التجار ما عطاش الناس اللي هما برانيين. راه داخل الناس غرباء تمايا ونعرفوا الناس غرباء شكون دخلهم وشكون اللي حصاهم. انا الناس راه ضايعين بحقهم. دابا راه ولينا دابا خايفين، ولينا خايفين دابا اللي اعتقلوا. دابا انا جابوني قدام السيد الوكيل جلاله الملك، كنت خايف على راسي. دابا حاجه يقول لي تبقى تخرج للمنابر تبقى تهضر على حقك. لا كنهضر على حقك، عندنا وثائق ما يثبت. انا عندنا وثائق ما يثبت. كنتمناو من الناس الجزائر يدخلوا. شكرا لكم. شكرا اش وقع. اليوم حنا كنتواجدوا معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئه الضامن الوطني للدفاع عن حقوق الانسان. كانوا تواصلوا معايا الاخوان البارح باش غنديروا شي وقفه هنايا، لكن هذه المحكمه ما تستاهلش بان باش نوقفوا عليها، لان فيها واحد وكيل الملك اللي يطبق القانون. باش نكونوا واضحين، هاد الناس هادو ضاع لهم واحد الحق ديالهم بصراحه. وانا تواصلت معاهم، كاينه واحد العصابه اللي سجلوا بعض الناس اللي هما ما كاينينش في المشروع. الناس راه بالكاتكات تيجيو تما، وهذا المشروع هذا تعطى الناس اللي فقراء. جلالة الملك تعطي الناس الفقراء. يعني هذا المشروع هذا راه كاينين عائلات، راه انت ملي كتعتقل واحد الانسان راك اعتقلتي واحد العائله اللي كتكون من 8 ديال الناس 10 ديال الناس. حنا راك عارفين المغاربه واحد راه كيخدم على تيجر 10 ديال الناس معاه. هاد الناس هادو تيطالبوا بحقهم، راه يعني ما دايروش شي خطا، داروا واحد الوقفه بحقهم. شنو يديروا الوقفه ولا يديروا الصداع ولا يديروا المشاكل؟ فاحنا تنقولوا باش يتفتح تحقيق، تنطالبوا السيد وكيل العام السيد وكيل الملك يفتح تحقيق مع هذه اللائحه. خصها تعاود هذه اللائحه. هذا الشيء راه تخربيق، هذا الشيء حنا ما راضيينش به. هاد الناس اللي واخدين هاد الحوانت هادو والله ما يستحقوهم. راه كاين الناس اللي عندهم ثلاثه ديال الحوانت تما، كاينين ثلاثه، كاينه الربعه، كاينين عائله من الدري الصغير واحد في هولندا واخد، وزيدك على البقاعي وزيدك شي. هاد المدينه هادي خاص موالي يتحاكموا. ماشي عيب، ماشي عيب. خصهم الناس يسلطوا الضوء على مدينه سلا، فيها عصابه، وعصابه فيها الناس ديال المسؤولين ديال هاد البلاد، فيهم تاهما من العصابه كياخذوا حقهم، كياخذوا حقهم. انتم كتشوفوا سلا راه فيها خروقات، راه هذوك الدوار سميتو اللي ديال البرارك اللي كان هنا سميتو السهم القايد، راه الناس كاينين اللي ما كاينينش تما وخداو، كاينين اللي عندهم الحق وما خداوش. كاين واحد المنطقه سميتها دوار حلاله في العييده، كاينين الناس في هولندا خداو البقاعي، خداو البقاعي، والناس اللي عندهم وليداتهم هذه ما خداوش. ما عرفناش كيفاش يقسموا هذا الشهر، ولكن حنا ملي كنسولوا كنلقاو ناس ياخذوا الفلوس باش يسجلوا عباد الله، وخاصهم يفتحوا معاهم التحقيق.
ما بقاوش حنا نفتحوا الحقيقه في الخوال الخاوي، هذا راه خصهم ما كانوش خصهم يتقدموا كاع ولا يتعتقلوا، ولكن حنا القضاء حنا راضيين بقضاء بلادنا، وتنظن انا السيد وكيل الملك ما غاديش يتعدى عليهم، فهمتيني؟ حنا غننتظروا ان شاء الله دابا القرار، وشكرا لكم. راه ما ساهلش، حنا شنو درنا؟ واش داو لنا رزقنا ومازال كيهدونا بالحبس؟ راه اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، الحمد لله راه ما ساعدونا وما ظلموناش في حقنا، راه ما ساعدنا السيد الوكيل وتصنت لنا مزيان ولقانا ما داروا لنا بعدا السيد اللي هو سميتو عبد الرحيم هذا راه معنا غنسميه، داروا بانه هو كيحرضنا، علاش غيحرضنا على رزقنا؟ هو عنده مشكل، انا عندي مشكل، كل واحد عنده مشكل، هذاك راه بدلي لي الحانوس انا يا رقصاوني، كل واحد مشكله، المشكل هو مشكل هذاك. المهم شردونا اخويا، شردونا كيهدونا بالحبس، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وعاش الملك وعاش الملك. اختي ما تصوريش الخلعه اللي دوزنا حنايا، فهمتي؟ الخلعه والعذاب، وما نكذبش عليك حاشا كملتي غاده جايه للطواليط، راه ربي اللي عالم بيا ولادي تا هما ربي اللي عالم بيا، هاد الناس من العيد لهنايا هما كيديروا لنا هاد الحاله. كنتعرض لهذا الشيء، هذا الشيء هذا كامل اساس، شنو هو اساس؟ حيت حصينا وكنهضروا في المنابر على رزقنا، قالوا شنو غنديروا؟ الخطه الاولى كانوا كيديروا هذاك الجروي كبيره كيصيفطوا به بنادم للحبس، دابا قالوا شنو؟ راه نطلقوا السلطات كيسبونا اللي هما السلطه الجديده، وما عندهم اتصال ما بينه وبين ذاك القائد 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 السابق. المحامي كنشكرو حتى هو مسكين اللي هو حكينا ليه، الله يسهل عليه، حتى هو ساعدنا وحكى لهم، قال لهم واش كاين شي دليل؟ ما كاينش دليل، حنا كنطالبوا بحق الكاميرا، الا حنا كنا دايرين وقفه نمشيو للحبس، والا هما ظلمونا يترباو، راه بحال بحال القانون، حتى واحد ما فوق القانون الا الله، الا كنا حنا مظلومين نجيو ظالمين نجيو للحبس، كانوا ظالميننا راه خصهم يترباو، فهمتي بنتي؟ خصهم يترباو، ماشي القانون عليا انا، راه هما كانوا دايرين وقفه، هاد الوقفه ما عندنا لا رايات لا نفيتات لا جمعيه، لا حنا ما مجمعين ما والو، كل واحد منين جابونا جابونا حاشاك من المرحاض، كل واحد ومنين لقطوه، ماشي ما دايرينش تجمع نهائيا، هادشي هذا كامل على رزقنا اللي داو لينا حوانت اللي عطانا سيدنا الله يسره الله يشافيه لينا، عطانا هبه ملكيه وما قالها لنا تجروا فيها مع الناس الغرباء، الناس البرانيين اللي جاي من طنجه، اللي جاي من الرباط، كل واحد ومنين جابوهم باعوا لهم الحوانت، وكاينين ناس مسؤولين اللي هما في العماله حتى هما عندهم حوانت تما. انا لحوني للزنقه اللي انا بلا ما نقول لك اسره عندي كثيره الله يخليها لي، عندي 10 الوليدات الله يعاونني عليهم، رانا اختي شنو نقول لك راه تقهرت، انا حاليا خدامه مع عمي مع بنتي في الميرحاد، راه والو الله غالب ديال التحريض. دابا الانسان اللي تيتكلم على راسه ولا شي حاجه تتولي لنا عندنا مصرام ديال التحريض، وحنا حشومه باش نحرضوا شي واحد. هذه بالنسبه منى، هذه كانت اليوم العيد، عندي زياره معروض تنسق داروا بيا البوليس، زعما كاينه ما كنتش متقبلها، لاقاش حيت حنا تنتكلموا على مشروع ديال سيدنا ماشي مشروع ديال شي واحد، تنتكلموا اخويا على الضرر ديالي انا قلت لك اخويا الضرر ديالي انا كتعاوني رئيس التعاونيه في الاحياء لتربيه النحل وانتاج العسل موجودي قدامي شويه اخويا، عندي ضرر انا ما يمكنش ليا، كل ما كانش عندي ضرر اخويا ما نقدرش نهضر على راسي، وحنا تنشكر اخويا القضاء. شنو التهمه اللي تنسبات لي؟ التهمه اللي تنسبات لي انا بالله انا هو الانسان اللي تنحرض كاع الناس ديال سوق صالحين التجار. علاش كتحرض؟ تنحرضهم على اي شي حاجه مهمه، فريد انا نوضو ديرو ما يمكنش لي انا حتى واحد ما عارفش المشكله ديالو، انا اخويا انا بالنسبه لي انا خي انا تنهضر على راسي، انا ما تنهضرش اخويا على الناس. باش فهمتيني انا خي المشكل ديالي انا تنهضر على راسي اخويا. الدفاع ديالكم خويا ناقش الحمد لله بكل صراحه، الحمد لله تيقين في هذاك الاستاذ ديالنا بكل صراحه، تيقين فيه معنى الكلمه. سي عصام هو الاستاذ ديالنا اخويا. كيفاش انه ناقش معاه؟ الحمد لله قال لهم تعاملوا مع الناس بالشفافيه، هذا بكل صراحه باش ما تكونش شي مسطره ولا شي حاجه مهم، هما خويا اش نقول لك هما داروا اللي بغاو بكل صراحه، حنا ملي مشينا توجهنا ملي اعتقلونا قالوا لنا زعما كاينه بكل صراحه اعتقلونا، قال لنا زعما كاينه باش غتاخذوا الاماكن ديالكم تاخذوا حقكم، الحمد لله راه زعما كاينه النهار ديال اليوم غتاخذوا حقكم. ملي دخلنا عند السيد الوكيل
تكلم معنا خويا بكل صراحه ما نكذبش عليك، قلنا ليه حنا زعما كاين قال لك انت توجه لك واحد بان ما تتحرض وهذه، قلت له خويا انا ما تنحرض ما حتى شي حاجه، انا خويا راه متبع انا هي الملف ديالي انايا فهمتيني، انا ما تنحرض ما ولا عندي ضرر اخويا كرئيس تعاونيه لتربيه النحل وهذه، ما يمكنش ليا انا موجود قدامي جوايا راه ما يمكنش ليا لحقاش حيت الرقم ديالي انا 554 خداه لامين ديال خداه لامين ديال الشوايه خداه لامين ديال عفوا خداه لامين ديال العطار كيفاش دار ليها؟ حنا خويا بغينا نعرفوا كيفاش دار ليها حيت هذا مشروع ديال سيدنا ماشي مشروع ديال شي واحد. واخا باش باش نعرفوا شنو دار معاكم دابا وكيل الملك؟ وكيل الملك اش نقول لك مسطرة مرجوعه. مرجوعه الكاميرات. شنو السبب؟ السبب اخويا ما نقدرش ما عنديش شي معلومات كافيه باش نقدر نقول لك اخويا. الكاميرات. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.